نادي الاهلي عنده يوم السبت باذن الله تعالى مباراه المريخ السوداني في القاهره، ثم عنده يوم 8 اللي هو يوم الثلاث مباراه بيراميدز، ثم يسافر الى جنوب افريقيا لمواجهه سان داونز. الموعد حتى الان يوم 11 8 11، لكن في انباء طالعه من الاتحاد الافريقي لكره القدم ان المباراه ستكون يوم 12. ثلاث مباريات قويه للنادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. لو كسبت المريخ ورحت لسان داون هتبقى فرصك بقت افضل، تبقى انت عندك على الاقل 4 نقاط من 3 جولات. عندك بقى سان داونز هناك لا مفر من انك انت تقدم عرض قوي وتفوز هناك، لانك بعد كده هتلعب المريخ والهلال في القاهره، فبالتالي انت محتاج انك انت تركز وينهي الهجمات، محتاج تستفيد من كل الناس، محتاج انك تدي لحسام حسن فرص اطول. بيرسي تاو اديته ماتشين ورا بعض ولسه مش قادر يجيب فورمة المباراه ولا حساسيه كره القدم، لكن في كل الاحوال فاز النادي الاهلي ويستعد للمريخ السوداني باذن الله تعالى في يوم السبت المقبل. قدامك فرصه على يعني يجب انك تشتغل بقى في الفتره اللي جايه دي على ازاي تخرج بالكوره مع الضغط العالي اللي عمله عليك سان داونز، وبدا يقلده النهارده فاركو في بدايه الشوط الثاني، وكان عندك صعوبه في الخروج بالكوره في هذا الامر. طيب